ما قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إن بلاده لا تحمل تصريحات الدول المحاصرة بشأن الحوار محمل جد. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، جدد الوزير القطري رغبة بلاده لحل الأزمة عبر الحوار مع احترام سيادة الدول والقانون الدولي. ومن جهته قال لافروف إنه يجب تسوية الأزمة الخليجية من خلال الالتزامات وليس الإملاءات الجماعية. أننا يعني لا نأخذ دائما تصريحات الدول المحاصرة على محمل الجد، لأن رأينا فيها كثير من التناقضات، وكان هناك عدة مرات وعدة محاولات من قبل الوسطاء وآخرها أمير الكويت بأن يكون هناك دعوة للحوار غير مشروطة، فلماذا لم يردوا حتى الآن على أمير الكويت؟ للمزيد من المتابعة نتحول إلى مراسلنا من العاصمة القطرية الدوحة سلمان النجار. سلمان، يعني هل اتضح موقف موسكو من الأزمة الخليجية بعد هذه الزيارة للافروف إلى قطر؟ نعم هشام، واضح الموقف الروسي. اليوم هو يعني ثاني يوم من زيارة وزير الخارجية الروسي إلى المنطقة، بدأها بزيارة إلى الكويت ثم زيارة إلى أبوظبي ولاحقا اليوم زيارة إلى الدوحة، وهي آخر زيارة له في الخليج قبل أن يعود إلى موسكو. وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية الروسي عقدا مؤتمرا صحفيا بعد أن التقى وزير الخارجية الروسي أمير قطر صباح اليوم. تكلم بداية وزير الخارجية القطري وقال إن عبر عن تقدير بلاده للدور الروسي الداعي إلى إنهاء الأزمة ووحدة مجلس التعاون ودعم جهود أمير الكويت، كما تكلم عن تبادل الخبرات بين قطر وروسيا في قطاع الطاقة وقطاع الدفاع واستمرار المشاورات السياسية فيما يخص عددا من قضايا المنطقة على رأسها القضية الفلسطينية والقضية السورية، القضية الليبية أيضا وبعض القضايا الأخرى. تكلم أيضا عن موقف قطر من الأزمة الخليجية وشدد على أن موقف قطر لم يتغير، في أنها ترحب بالحوار ولكنه ليس أي حوار كما تقول بعض دول الحصار وإعلام دول الحصار، ولكنه الحوار المبني على أسس وتفاهمات والمبني على طريقة جديدة أو خارطة الطريق للوصول إلى حل والتزامات من كل الأطراف. الوزير الروسي بدوره سيرجي لافروف عبر عن أنه لابد من إيجاد حلول للأزمة الخليجية على أساس وقف التصعيد والذهاب إلى التهدئة، وأن موسكو تدعم الوساطة الكويتية، وقال أن موسكو مستعدة للمساهمة في جهود الوساطة الدولية والإقليمية التي انطلقت. وقال في رد على سؤال من أحد الصحفيين، قال إن موسكو ليس لديها أفكارا خاصة بالأزمة الخليجية أو بطريقة حل الأزمة الخليجية، وأن المقترحات الموجودة كافية وأن موسكو تدعم هذه المقترحات على رأسها الوساطة الكويتية. وقال وشدد على أن موسكو معنية بوحدة مجلس التعاون الخليجي، وأن الحوار وأن حل الأزمة لابد أن يصدر من مجلس التعاون الخليجي. في موضوع فلسطين أكد أن موسكو تدعم المبادرة العربية للسلام وشدد على ضرورة توحيد الفلسطينيين في كل من رام الله وغزة. على أي حال هشام، بعض المراقبين يرون أن زيارة وزير الخارجية الروسي إلى قطر وبدء تعزيز العلاقات في أكثر من ملف بين الدوحة وموسكو ربما يكون له انعكاس في أن الدوحة ترسل برسائل إلى من يهمه الأمر وتحديدا إلى واشنطن بأن خيارات الدوحة مفتوحة وأن الدوحة قادرة على خلق حلفاء وخلق مشاركات وشراكات سياسية مع دول ذات تأثير في المشهد العالمي مثل موسكو. نعم. مراسلنا من الدوحة سلمان النجار، شكرا جزيلا لك على مجمل هذه التفاصيل.